طيب الاجتماعي أبا مخمخ عليه شوية، اسمحوا لي بصفحة كذا لأنه جانب خطير. طيب أول شيء، من هم اللي في الجانب الاجتماعي مهمين في حياتي؟ الوالدين. الحين جانب اجتماعي، من هم الناس المهمين عندي؟ الوالدين. طيب الأسرة، الأقارب، أيوة الأسرة والزوجة، الأقارب، الأصدقاء، إلخ إلخ إلخ، خلاص؟ طيب من يقول لي تقدر تقيم نفسك أنت مع هذولا كويس ولا ما أنت كويس؟ لا أقدر أقيم. في حد يقدر يقول ماني كويس مع الناس ولا؟ أقدر أقدر. لا أنا كويس معه. في بعض الناس يقول يا أخي أنا كويس أنا ممتاز. إيه زي أنا ممتاز. طيب أبغى أعطيكم ثلاث مهارات، إذا ضبطتها اعرض نفسك عليها، أنت كويس ولا ما أنت كويس؟ أسلم. أنت قوي ولا ما أنت قوي؟ في ناس كويسين بس في ناس أقوى شوية. طيب إيش الأشياء اللي أحتاجها منكم وتحتاجونها مني والناس يحتاجونها من بعض؟ الاحترام. حلو الاحترام. أنت ترى الناس بعين طبعك. كيف؟ أيه؟ يعني أنا إذا شفت في واحد شيء فأعرف إنه يعني ناحت. الله يمشي. واحد. تقدير. إيه؟ التقدير. الاحترام، التقدير، الصدق، الأمانة، المحبة، الابتسامة، المدري إيش، كل هذه وش اسمها؟ هذه حاجة واحدة ترى. الأخلاق. أحسنتم. هذه كل التعاملات الحلوة والابتسامة والشغلات هذه، هذه اسمها. أنا قلت يعني شفت فيك حركة ما كويسة أشوف نفسي الموجود. الأخلاق بشكل عام، نقول الأخلاق المعنوية أو اللفظية إلى آخره، هذه واحد. طيب بس أضحك وأبتسم وبس، ما يبغون مني شيء الناس غير كذا؟ أستمع، أكون مستمع جيد، وأستمع كلها بالأخلاق. العطاء، الكرم. حلوين حلوين. العطاء إيش تقصد فيه؟ حلو، ممكن اعطاء امادي. ايش تقصد بمصدق؟ مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لياذي وانا خيركم لياذي. كرم ايش؟ افيد كرم المشاعر، كرم العواطف وكرم الماده. خلاص كرم العواطف والمشاعر انتهينا من هذه كلها. كرم الماده. حلو احسنت. احسنت الكرم المادي، احسنتم. ما يحتاج منك والديك احيانا شيء ماده؟ ما يحتاج صديقك احيانا منك شيء؟ ما يحتاج بعيد، ما يحتاج الفقير منك. كل إنسان حسب قدرته. أيوة أحسنت. فالناس أنا أحتاج منك سلفة، أبغى مبلغ، أنت مرة تحتاج مني، والدتك مرة تجيب لها، زوجتك، أولادك، إلى آخره، ممكن تسوي هدية معينة إلى آخره. إذن مو بس أضحك وتبسم وكويس، طيب ما يكفي، ترى أنا أحتاج شيء ثاني يعني. صح. واضح؟ إذن أحتاج الكرم المادي حسب قدرة الإنسان، كل إنسان حسب قدرته. طيب الأخيرة يلا بطل، هذه لازم فيها القهوة ذي كلها له. لا الدرجة. إيش الشيء الثالث اللي الناس يحتاجونه من بعض؟ مساعدة. أنا أحتاجه منكم تحتاجونه مني، غير المادة وغير الابتسامة والضحك والوناسة وال 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 كف الأذى. الحنان. تفضل. أنا أشوف صراحة الفزعة، أحتاج فرضا صار لي شيء يقدمون لي ويقدم لهم يعني الأمر هذا. فزعة ممكن تكون مادية أو معنوية. يعني فزعت معه. العطف. التواصل مع. تواصلت انا اخلاقي حلوه ومتواصل مع كلنا. ايه تضحيه، ضحيت في مالي، اعطيتك فلوسي وانا محتاجها. طيب انتهينا. تقدير الاخطاء، يعني اذا مثلا انت سويت غلط انا سامحتك، هذه اخلاقي. طيب في العطف، بس ما ادري هي ولا لا. ايوه نبغى نكبر الجائزه شوي. اني انصح. طيب العطف كلها معنويه، انتهينا اخلاق. هذه ركز لي النصح، اني انصحه و... حلو والله انت يا شيخ، بالله يا رجل. بس استنى شوي، ايش تقصد؟ ايش تقصد؟ اكمل اكمل. النصح ايش؟ النصح الارشادي، اني ارشدك. يا اخي والله بطل يا شيخ، قهوه تحيه والله. حتى اضع لها رفع. الشيء الثالث الاستشاره، ابغى منك الفكر، ابغى منك الاستشاره، ابغى منك المعلومه، صح؟ أنا إيش قاعد أمارس معاكم الآن؟ أوزع عليكم فلوس؟ أوزع ابتسامات؟ قاعد أشارككم بفكري باستشاراتي بكذا. طيب إذا الإنسان الله بارك له في مادة ويقدر يساعد غيره وأخلاقه راقية جدا ومثقف متعلم، لو ضعفت الثقافة والتعليم ترى يضعف عطائك هنا. لاحظتم كيف ارتباط الجوانب ببعض؟ إيش أحسن منها؟
اللي يبغى مني معلومة أبشر واستشارة أنا فاهم وأعطيه معلومة، اللي يبغى مني فلوس أبشر خير، وأنا أخلاقي عالية جدا مع الناس، الكمال لله طبعا. الثلاثة ما شاء الله عاد أكيد كلكم في ثلاثة ثلاثة اثنين ونص، ممكن يكون عندي واحدة بس خلها قوية، ممكن والله ما عندي فلوس تعليمي على قدي بس أخلاقي حلوة، دائما أتبسم، ما يجي مني شر، ما يجي مني أذية. بعض الناس ما تبغى غير فلوسها، تلعن وتشتم فيها بس خلنا نستفيد منه كذا، صح؟ بعض الناس ما اللي بالتلفزيون، الناس تحب بعض الناس، طيب ما يعرفونهم لأنه أعطاه معلومة حلوة فخدمه فيما يريد فيما يحتاج، ما وزع عليه فلوس ولا قاعد يتبسم له ويساعده، ما يعرفه، صح؟ فإحنا نحب ناس كثير علشان أعطانا معلومة إما من كتاب أو سمعناها منها مباشرة. طيب إذا لا سمح الله العكس على الثلاثة كلها فقران ما عندي فلوس، والله لا ثقافة ولا تدور مني أي مشورة، ما أفهم شيء، وأخلاقي قشرة، وش تبغى فيني؟ أنا جواب ذا سؤال ما أدري شو رأيك، إذا في واحد من الثلاثة ما في تفضل. قل خيرا واسكت. كل خيرا ولا إيش؟ قل خيرا اسكت اسكت شرك صحبنا الإجابة الأولى. طيب إذا موجود إذا واحد تفضل حلو، أنا أقول لكم ممكن عندك واحدة، عندك ثنتين، عندك ثلاثة، طيب إذا ما عندك ولا شيء هذه مشكلة. تفضل. ما عندي مشكلة، يعني مشكلة كبيرة، ويكون هو سبب مشاكل دائما، صح؟ ولا به فائدة ولا تقدر تستفيد منه، والله لا عنده فلوس تسلف منه ولا عنده معلومة تشاوره، ما يهديك إلى شيء، ما تدري، ما تستفيد منه، هذا قرب له والله بعد عنه. هذا إذا قريب ومضطر تحمله وانصحه ووجهه، إذا بعيد وما لك علاقة فيه قل الله يكفينا شره بس. واضح حبايب؟ كم بقى لي شيخ سعيد؟ 10 دقائق. طيب واضح حبايب. الآن الجانب الاجتماعي أهميته ليش؟ الجانب الاجتماعي وكيف أني أنا أقدر أقيم نفسي. طيب الآن كل واحد يقيم نفسه مثال على الثلاث جوانب هذه، أنا وين نقطة القوة عندي؟ وين نقطة الضعف؟ وين ممكن أنا أصير أفضل؟ وين أنا مقصر؟ تقدر تقيم نفسك وتكون الأفضل بإذن الله عز وجل فقط في الجانب